في ساحة الوفاء بالعرائش، جولة بأروقة هذا المعرض تظهر التنوع الكبير في المشاريع العارضة، مشاريع على صلة بالخياطة والحفلات والتكنولوجيا وغيرها، دعمت من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. المميزات ديال هذا المشروع هذا هو انني هذا الحلزون هو اللي كنصيفطوه للخارج على البرة، يعني هذا كناخذوا من ايطاليا، هذا المنتوج هذا عندي كنجيبوا من ايطاليا، كنستوردوا من ايطاليا، وفي نفس الوقت كندير له التربيه ديالو، كندير له التسمين ديالو. بمناسبه اليوم التوجيهي للشباب الباحثين عن اطلاق مشاريع مهنيه، اقيم هذا النشاط الذي اطره خبراء في الاستثمار تابعون لمنصة الإدماج الاقتصادي للشباب. حاولنا بالموازاة مع جميع الأنشطة اللي نظمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية نظموا واحد اليوم توجيهي لفائدة الشباب حاملي المشاريع اللي استفدوا معنا واللي كانوا عندهم مشاريع الحمد لله ناجحة. المعرض ضم أروقة عدة لمجموعة من المقاولات الشابة المنجزة في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب برسم المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.